الختام رح يكون مع مساحتنا الطبية، ورح نحكي كمان عن موضوع استطبابي كتير مهم مثل جراحة البدانة والفرق بينها وبين القص والشد والنحت، ودور الجراحة الاستقلابية بتدبير النمط الثاني لداء السكري وكوليسترول الدم، مع الدكتور أحمد نسيب رئسوسي استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر وأمين سر الرابطة السورية للجراحين العامين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا صباحك. اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. قبل ما نفوت على موضوع الجراحة البدنة، خلينا نتعرف او نرجع نعرف المشاهدين بداء السكري وانواعه. الداء السكري هو مرض يعني قديم قدم الازل، عرفت علي كيف؟ الفكره عم تكون تصير فيها شلون؟ عدم توازن بين استقلاب السكر وافراز الانسولين، شلون؟ يعني احنا عندنا نمطين الداء السكري بشكل شائع، نمط شبابي ونمط كهلي. نمط الثاني، نمط الشبابي الانسان بيخدم الاساس عنده قصور بافراز غده البنكرياس للانسولين، هذا يسمى نمط شبابي. النمط الثاني هو النمط الكهلي، بيكون على كبر يعني شوي صغيره، بيصير في افراز انسولين ولكن ما عم يكون كافي بشكل جيد لحرق السكريات، عرفت شلون؟ هدول بشكل عام، عرفت شلون؟ في نمط السكر بيصير سكر حملي كذا، ولكن هدول اشهر نمطين، النمط الشبابي والنمط الكهلي. نعم. طب خبرنا كمان عن يمكن دور الجراحة الاستقلابية بتدبير النمط الثاني لداء السكري. هلا كفكرة صلوا العالم عم يشتغلوا من 30 سنة عم يشتغلوا جراحات بدانة، كان تحويل مسام، كان أصمدة، كان حلقات كذا، أكثر من لقوا بالدراسات والمتابعات المرضى كلياته إنه كثير مرضى عم يكون مستمر بدين وعم يصير معه مستمر غير إنه بدين معه سكري مستمر ارتفاع 300. عمل العملية بعد شي اسبوعين ثلاثة بتبلش عم تراجع ارقامه كذا، بتلاقي ارقام السكر بلشت تنضبط بشكل جيد، شلون؟ لسه وزنه ما نزل، يعني حمص طعميه القص المعدة لحتى يوصل وزنه المثالي بتاخذ سنة العملية لحتى يوصل وزنه المثالي. لقوا انه لا، بعد العملية خلال اسبوعين ثلاثة شهر انه السكر تبعته انه ارقام كثير عالية طايرة، عرفت شلون؟ عم تنضبط. صار دراسات أكثر، عرفت شلون؟ على التحويل المسار على كذا، عرفت كيف؟ فلو انه لا انه فعلا المريض عم يستفيد حتى قبل ما يوصل الوزن المثالي، يعني نحن نقول مثلا بدانه معناتها في سكري. طيب هون لا، انه نحن لساته بدين ما نزل يعني، وما ذلك عما السكر عم ينضبط. فصار دراسات ومشكورين كثير دكاتره الغدد وكذا، عرفت شلون؟ فلو انه نحن في اليه بالعمليه، اليه هرمونيه سواء اصماده او تحويل مسار، عرفت شلون؟ بالانكريتينات هي هرمونات داخليه بتفرزها امعاء وماده الانسان العادي، عرفت شلون؟ عم تغير فيه نفسي تغير معين، عرفت شلون؟ فعم يصير ضبط السكر بشكل سريع قبل ما يوصل لوزن المثالي. نعم. طيب صاروا بعدين شغله افتراضيه، طيب نحن مريضنا نفرض مريض سكر وما مو كثير بديل مثلا، عرفت شلون؟ ممكن اذا عملنا له عمليه مثلا يستفيد، عرفت شلون؟ صاروا تجارب، عرفت شلون؟ 15 سنه، عرفت شلون؟ وعطت نتائج كثير واعده، عرفت شلون؟ يعني كثير مرضى، عرفت شلون؟ سكر، عرفت شلون؟ نمط ثاني عم يعمل عمليه مثلا مو شرط يكون بديل يعني، عرفت شلون؟ خلال فتره شهرين ثلاثه 90% ضبط السكر، وفي ناس عم يصير معها رجوع للسكري لعشر سنين. المشكله بالداء السكري اختي الكريمه، وقت نحن عم يصير سكري اذا ما انضبط صح، ما مضبوط صح، نحن متوقع بعد عشر سنين من بدايه الداء السكري حتبلش اختلاطات داء السكري سواء عينيه سواء كلويه سواء كذا. وقت انت عم تعملي رجوع للداء السكري عشر سنين، فانت عم تاجلي اختلاطات كمان عشر سنين، يعني مثلا مريض انصاب بالسكري 40 سنه، شلون متوقعين مثلا مشاكل كلاوي شبكيه كذا مش على 50؟ طيب احنا دفشناها ال 50 صرنا ل 60، شلون؟ هي فتره كثير مهمه، شلون؟ يعني انه الانسان يستجمع حاله، شلون؟ ونأجل لا قدر الله الاختلاطات تبع السكري. فصار في كثير انه دراسات عليها، شلون؟ هلا كثير شيء واعد، شلون؟ شيء صار اسمه انه في شيء جراحه بدانه، ممكن نفس عمليات تقريبا كذا، شلون؟ بطريقه معينه او في نماذج احدث، يعني انه المريض ما معه بدانه ولكن انه معه داء سكري، تعمل له عمليه، شلون؟ وجراحه شافيه ل 10 سنين 15 سنه بشكل فوق 90%، شلون؟ طيب دكتور، عم نسمع كثير عن جراحات البدانه، شفط البطن، الجسم، نحت، اذا بدنا نقوله حتى هلا عم تذكر حضرتك الجراحه الاستقلابيه، شو الفرق بيناتهم؟ هلا في نقطه كثير مهمه، جراحه البدانه او جراحه الاستقلابيه هي نمط من العمليات بتصير على المعده او على ما اعرف شو القصه كلياتها، غايتها الاساسيه هي تخفيف الوزن او انه ضبط الداء السكري، وفي حالات ثانيه ضبط فرط كوليسترول الدم المفرط. بدنا نفرق الشفط، الشد كذا، شلون؟ هي جراحات تجميليه، شلون؟ يعني تظبيط شكل، في ترهلات، في دفعات معينه كذا، شلون؟ جراحه الشفط يعني شفط الجسم او شد البطن هي جراحه تجميليه
جراحه هيك منظر، وليست هي جراحه شافيه لا للبدنه ولا للسكري، ففي فرق كثير بيناتهم. شو هي طريقه وهي طريقه. هلا نحن معظم المرضى بعد ما يصير مثلا اسمادي او يصير تحويل مسار كذا، خلال سنه سنه ونص اذا ما التزم برياضه معينه كذا شتون حيصير ترهلات شتون، ممكن يصير انه نضطر يعمل شد او شفط كذا شتون، ولكن هي جراحه لمنظر تحسين شكل شكل الجسم كذا شتون، ولا ما لها علاقه لا بالبدانه ولا بدها اسكي تمام الحديث. فهي الفرق بيناتهم، يعني اكيد لازم يعني كل عام شك انه بشفط شوي بينزل، لا ما بتنزل وزن. يعني اقصى حد ممكن انت شفتيه مثلا هو 8 التوا شتون، 8 التوا كشحم حجمه كبير شتون، كشكل بيتغير كثير شتون، بس وزن ما بيغير شتون بس شتون تمام الحديث. فنحن لا، هي يعني بفرق بين جراحات استقلاليه وجراحات بدنيه وبين جراحات تجميليه شتون كشد او شفط. نعم. طيب شو الجراحات الاستقلابيه المفضله لداء السكري؟ هلا دائما الستاندر كان يحكوا فيه هو جراحه تحويل المسافه، هي كانت الستاندر شلون؟ من 15 سنه صار ينحكى انه قص المعده عم يعطي فعاليه حوالي 95% من تحويل المسار. الميزه كانت انه قص المعده ما لنا في حاجه فيتامينات بشكل دائم طول العمر، ما غيرنا في زيوت الجسم، ضل انه ما يعني الاكل بيمهم المري على المعده كذا شلون؟ تاخذ مساعة من خربت كثير يعني عمليه كثير معقده شلون القصه كلياته، فمرحمة حنطر لها شلون. هلا من 5 سنين صار دراسات كلها امريكا الجنوبيه شلون واسبانيا اكثر شيء شلون، هلا صار انه نحن جراحه تحويل مسار مصغر، هي مزيج بين قص المعده وبين تحويل مسار شلون، مفرغه وحيده، نتائجها كثير واعده شلون، ويمكن حتصير خلال 2 3 سنين هي الستاندر يعني لكل الجراحات سواء البدانه او الجراحات الاستقلابيه. نعم تمام. يعني دكتور اذا بدنا هيك نبسط المعلومه اكثر للمشاهدين، احنا عم نحكي عن جراحات طبيه بتغير بطريقه تعامل الجسم مع الدهون او الاكل، بينما جراحات النحت او الشفط هي عم تكون بس تجميليه، يعني هي حل مؤقت، يعني بمجرد الواحد رجع لاكله الطبيعي فحيرجع يكتسب هذا الوزن الزائد. تماما تماما. هلا احنا بالشفط او كان نحن بناخذ كمية معينة من الخلايا الشحمية، يعني مثلا نفرض ولدان صار معه 1 مليون خلية شحمية، شدينا أو شفطنا كذا روحنا 0.5 مليون، 0.5 مليون ثاني موجودين. الفكرة بالخلايا الشحمية بشكل عام قابليتها شلون؟ إنه قابلية الشحمية ممكن تاخذ شحم تخزن 50 ضعف الحجم، يعني إذا خلية المفروض ميكرون بتصير 50 ميكرون، سنتي بتصير 50 سنتي. فأنت في كمية موجودة، إذا الواحد على نفس العادات وكذا حتوجه الخلايا هي الموجودة البقيانة شلون اللي ما انشالت بالشد أو بالشفط هترجع تخزن شحم من اول جيتها شلون كانك ما سويت شيء. هن بيكونوا ماشيين مع بعض. اختي كريمه نحن مشكلتنا الاساسيه نمط الحياه تبعيتي منا قله الحركه، الاكل الوجبات السريعه كلها شلون كلها عم تخلي انه ممكن عم ياخذ كميات هائله من الحويرات والشحوم. اذا ما غير نمط الحياه تبعيتي منه يعني حتى لو سوى عمليه حترجع بعد فتره كانك ما سويت شيء. الجراحات الاستقلابيه جراحه بدنيه شلون عم تغير كثير بالنمط الحياه وطريقه تعامل الجسم مع الاكل وكلاته، ولكن في نقطه كثير مهمه شلون كمان بدك تغير شيء. انت ما في شيء انه انا حسوي عمليه وبضل باكل وبشرب مثل ما كنت اول شلون وحانزل وزني وكلاته شلون، في شيء بده يتغير شلون. هي العمليه سواء هيك او هيك هي نقطه تحول هامه بحياه الشخص ذكر او انثى يعني شلون نحو الافضل ان شاء الله تعالى شلون، بس في تغير شيء من النمط تبعيته منه شلون. يعني احنا عادات اللي كانت عم يساويها شلون من زمان كانوا اجدادنا بترجع بتراجع الاكل تبعته منه كانوا ياكلوا اكثر من هلا واتسم من هلا شلون، يمكن كلياتنا اجدادنا بالضيعه وكذا ياكلوا اكثر من هلا شلون، بس كان الفكره عم يشتغلوا بالارض عم يحركوا عم يتحركوا وكذا شلون، فهذا في حرق كثير. هلا نمط الحياه من صف السياره قدام باب الشغل وما متحرك كثير، ويمكن اذا نسجل نادي بنسجل اول يومين ثلاثه بعدين يعني بده يتغير نمط حياه. اذا ما غير نمط حياه شلون شو ما كانت العملية شلون ما حنستفيد كثير إذا ما غيرنا نمط الحياة شلون، العملية دفعة كثير للأمام ولكن بدك تغير نمط حياتك. نعم دكتور، يعني هلا سمعنا كثير إنه قال عملية تحويل المسار قد ما أكل الشخص ما عاد بيرجع لوزنه، فهي غلطي فهي مشان نوضحها لأنه بيقولوا إنه هي بتميز عن قص المعدة. لا 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 مو تميز، نحن تحويل المسار عادة بتساوى بشرطين، يا بي إم آي مثلا نحن هي مشاكل تبعت مشاكل الجسم فوق 50 يا اما ما بيدفع لها معه سكري مثلا كثير كذا او بالذات فرط كوليسترول الدم، في ناس بتجي كوليسترول الدم 600 سامية شلون، تحويل المسار ذهبيه لهالشغله. هلا تحويل المسار مصغف صار هو انه عم ياخذ المرتبه تبعيته منها لتحويل المسار العادي شلون، بس انه ما في عمليه باكل وبشرب وكلاته وشو ما اكلت وخلاص ما بسمن كذا شلون، مستحيل الحكي هذا شلون. بالنهايه الجسم في استقلابات معينه شلون، يعني
عم بياخذ حيوات روح قسم روح قسم حياخذ، بس اما ملتزم بحمية معينة ملتزم بوضع تبعته منك ان شاء الله تعالى بتستفيد وفائدة كتير جيدة، بس هي انه عملية ولا عملتها وانا ما بنحف وبضل حفان وما بس منه مو ظابطة يعني. نعم طيب دكتور، يعني بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا لكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اياها. شكرا لوجودك معنا وان شاء الله نهارك حلو. شكرا لك.